عليكم. اليوم راح أصمم مخطوطة باسم براء بواسطة الالستريتر. أول شي نغير الألوان، خلي بس ستروك، نختار براش، بعدين نيو براش، كاليغرافيك براش. أوكي، الزوايا تكون مثلا 78، الراوند نص صفر، والسايز مثلا 30 أو أي قيمة بكيفك، والرمل نسخ راح أخليها مرة واحد. أوكي، نبدي بحرف الباء. لازم أسوي أكثر من مرة حتى يضبط إنه هو البداية. طبعا استخدم الماوس فقط. اوكي، هسه كمل، اخذ كوبي الت واسحب. اوكي، نعدل الحرف وسط البنتول، دائما الزوايا تكون حادة. تمام، حرف الراء ما ضبط، أعيده من جديد، ما ضبط. أوكي، بس أعدل عليه لأنه صار أكثر من نقطة بالزاوية، أقصد من يعني من فوق. تمام، أعدل حتى يكون أكثر حدة. أخذ كوبي حرف الألف، هنا أنا راح أقلل من النهاية مالته. دائما استخدم هذه الأداة مثلا أقصر أو أطول الحرف من خلاله، أو إذا أريد مثلا موجود الأداة القص من خلال هذه الأداة بقص. أمسح هذا الجزء الزائد وأقلل منه بالبنتول. تمام، أوكي، حر الهمزة براء. ما ضبط، أخذ نفس حرف الألف وأقص من جوه من هذه النقطة، هذا الجزء أمسحه وأخلي بس هذا، بعدين أكمل مثلا أو أصغر من الستروك مالته، يعني أكمل الهمزة مثلا بهذا الشكل، وأعدل عليه بالبنتول. النهاية ماله إن أنا أعدله. تمام، أوكي، نقطة، نخلي مربع، نعدل عليه، روتيت، أوكي، هسه نسوي له إكسباند، الآن صار شيب. اوكي، مثلا نضيف بعض الحركات، او وش اعدل لانه الزاوية هنا أنا مو حادة، اقلل من نقاط التعرجات. اوكي، بعدين اضيف يعني مثل الاضافة،
اوكي، واخذ اللون الباك جراوند الغي ستروك. تمام، اضيف على تقريبا كل الحروف بهذا الشكل، ارسمه بالبنتول. حرف الراء، حرف الألف. أنا أعتبر البنتول أهم أداة، لأنه الباث يرسم بواسطة البنتول، يعني لازم تتدرب عليها. أوكي، بقى النقطة مثلا، أوكي تمام. نضيف على حرف الباء هذا الشكل، أيضا ناخذ كوبي. أوكي، يبقى الحرف الراء، أخذ كوبي وأسوي روتيت وأعدل عليه شوية، بعدين روتيت، أيضا أخذ نسخة. أوكي، أخذ نسخة ثانية للهمزة بس أصغره. روتيت، تمام. اكتب مثلا اسم براء بالانجليزي، اختار فونت، يعني انا اختار هذا الفونت واغير لونه ابيض. اوكي، اخلي تباعد بين الحروف، مثلا راح اخلي اني 100. اوكي، اكسباند، صغر، اضيف سبريل، لازم يكون بذاك ذاك السايد رفلكت، يعني اسوي له واصغره يكون نفس هذا، يكون داخل بالحرف. اوكي، صار عندي 2، امسح القديم اخذ الجديد و اقص منه، من هذا المكان مثلا لهذا، امسحه الجزء ما اريده، بقى هذا. أصغره من هاي الأداة، أعيد لأنه من آخر نقطة، أسحب. أوكي تمام، ومن هنا راح أضغطه. أوكي، أخلي مثلا دائرة وداخلها دائرة، أخلي له كوبي، صغره، بعدين أستخدم باث فايندر هذا، سلكت
استخدم الشيب بلدر امسح، او راح اخذ كوبي ثاني، واحد بدون هذه الحركات واحد. اوكي امسح. اوكي، اتمنى ان عجبكم الدرس، ولا تنسون الاشتراك بقناتي. شكرا لكم.